ما زلنا مشاهدي بيت للكل زي ما حضراتكم عارفين في فلسطين، وتحديدا نحن في مدينة أريحة. والحقيقة الكلام كله بأريحية زي ما بيقولوا، يعني في مدينة أريحة على بعد، كمان احنا على بعد يعني على بعد أمطار من أكبر سجادة فسيفساء كبيرة جدا، وكان لينا حق إن احنا زرنا في مدبة الحقيقة، يعني الجمال اللي موجود في الفسيفساء. وكمان هنا في قصر هشام زي ما حضرتك ذكرت، هناك أيضا يعني سجادة فسيفساء. إزاي صحيح. بيتم الترميم وأيضا التوثيق زي ما احنا مصرين على التوثيق والتسويق نفس الوقت؟ تفضل. خاصه انه اسمح لي للمقاطعه شفكي، بدي اضيف معلومه انه في مادبا هنالك اقدم خارطه في العالم ذكرت فيها أريحة، ذكر تم صحيح. ذكر صحيح. أريحة في هذه صحيح. الخارطه صحيح. يعني حتى احنا نبسط الموضوع، الفسيفساء هي احد الفنون الجميله واللي يمكن ميزت المواقع الفلسطينيه من الفترة الرومانية البيزنطية والإسلامية. بهذا القصر في أحد أكبر أرضيات الفسيفساء المتصلة في العالم، إحنا بنحكي عن حوالي 850 متر مربع من الفسيفساء، فينا نتخيل دونم أرض من الفسيفساء. كل متر مربع بتحكي أنت عن 1000 حجر، فأنت تخيلي بنحكي عن حوالي 10 ملايين حجر صغير مصفطة جنب بعض. يعني انت بتحكي عن 38 سجادة. هاي 38 سجادة كلها مجتمعة مشكلة السجادة الكبيرة من 22 لون حجر من فلسطين. طبعا حتى الفسيفساء بتمثل فسيفساء المدن الفلسطينية، الحجر الأحمر من بيت لحم، حجر الصليب من بيت لحم والقدس، حجر الأسود من النبي موسى، الحجر الأبيض من الخليل، والحجر الأصفر من الشمال. بتحكي عن 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 ملايين الحجارة طبعا بفن الفسيفساء. طب يعني قيمتها ايه برضو حضرتك بتتحدث القيمة نفسها، قيمة التاريخية بتاعت السجادة وهذه الرسومات الدقيقة الصغيرة جدا بهذه السجادة الكبيرة؟ هي كانت جزء من قاعة الاستقبال اللي كان الخليفة بيستقبل فيها كبار ضيوفه. طبعا يمكن بيميز هذه الأرضية على مستوى العالم إضافة للألوان اللي فيها والجمال اللي فيها، إن فيها أهم لوحة على مستوى العالم اللي هي شجرة الحياة إحنا بنقولها. هي عبارة عن لوحة بتمثل الحياة بخيرها وشرها، اللي هي شجرة، شجرة الخشخاش، الخشخاش أبو حسين، خشخاش أو البرتقال، نموذج للشجرة. على يسار هذه الشجرة في غزالين عايشات بسلام، وعلى يمينها في أسد بفترس غزال. يعني للي من اللي بده ينظر لها هي بكون على يمينك أسد بفترس غزال، وعلى الجهة الأخرى غزالين عايشات بسلام. طبعا هي رمزية، هي بتمثل الحياة بخيرها وشرها، القوة والضعف، الحرب والسلم، وهي يعني رمزية. هذا انعكاس لطبيعة المنطقة؟ يعني هذا نعم، هي الحياة. هي لا يا حضرتك ذكرت الغزالة وكده، هل في هذا التوقيت كان الغزلان هنا موجودين طول الوقت، فبالتالي الفنان العبقري الذي يرسم رسم الطبيعة؟ أنا بحكي لك هذه جزء طبيعي، هي الطبيعة شبه صحراوية، هاي منطقة بادية الشام تحتوي كل هاي الحيوانات، هو استوحاها منها وحتى النباتات اللي موجودة منها. ويمكن أحد كمان في جزء من السجادة الكبيرة تجدي سكينة فواكه، وبيستخدموها كيف كانوا الأمويين يستخدموها. الفترة الأموية كانوا متحضرين عودة لهذه الأرض. شو ما الغرابة في كل ذلك وهذا المكان شهد أول الحضارات؟ يعني الناس صحيح. متحضرين من صحيح. إن أخذ عن البداوة العربية إنهم ما بيستخدموا هذه الأدوات، إنهم بوكلوا بإيديهم. أشارت أحد لوحات الفسيفساء على إن كان في جانب آخر اللي هو استخدامهم لسكين الفاكهة. ليس هذا مثال على التحضر، لكن على المستوى اللي هم كانوا بيمارسوه بذاك الوقت. هذا كان بيميز فترة الخلافة الأموية.
وكان بيمثل قوة وجبروت وتحضر الخلافة الأموية في ذاك الوقت. يعني حتى تمثال الخليفة اللي نوجد هون، هو للأسف معظم آثار قصر هشام هي نقلت للمتحف الفلسطيني. طب هقول لحضراتكم حاجة، يعني كنت في العام الماضي في زيارة إلى العاصمة البريطانية، تحديدا في حديقة الهايد بارك، بقى في مكان حديث مش فسيفساء ولكن شبه هذا الشكل، عبارة عن يعني في الأرض عبارة عن دائرة كبيرة وفيها شجرة حياة. والله أنا لما شفت ده قلت هذه أشياء جديدة مستوحاة من إيه يعني. فإذا الشرق الأوسط يعني تسرق أفكاره كثيرة. طبعاً. حتى لو مش بس تسرق أفكاره، يعني معظم الآثار، أنت بتدخلي على متحف برلين، بتدخلي على 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 متحف اللوفر، تدخلي على متاحف العالم، طبعاً. كلها من آثار مصر والعراق وفلسطين. بالضبط. أحكي لك معظم آثار قصر هشام، معظم آثار قصر هشام هي موجودة بالمتحف الفلسطيني في القدس اللي اسمه متحف روكفيلر، اليوم هي تحت سيطرة الاحتلال. أنت إذا رحتي على المتحف الفلسطيني في القدس اللي هو متحف روكفيلر بتحزني، حتى بتلاقي تمثال الخليفة هشام، طبعا هذا أحد أعظم الفنون في ذاك الوقت. تحكي عن تمثال لخليفة، أسدين رابضات تحت رجليه، مثال لقوة العرب بالفترة الأموية.